بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله، أهلا وسهلا بالمشتركين، وأهلا وسهلا بالمشاهدين، وأهلا وسهلا بالمستمتعين. حياكم الله جميعا، كل من يتابعنا في هذه الساعة ويبي يشارك نقول له حياك الله، أهلا وسهلا فيك. ساعة المباركة لقاءنا وياكم، وهذا ثاني يوم رمضان وعبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. أمس ما شاء الله كان التفاعل جميل ورائع، والناس فاهمين البرنامج والسؤال وروح، ولكن الروح دائما تطلع مع المتنافسين. لذلك أقول حق كل من يود المشاركة، هذا الباركود موجود، حط تليفون، عفوا الكيو آر كود، أنا دائما أقول باركود ما أدري ليش، يلا الكيو آر كود، هل يشب يشب ويطفي، يشب ويطفي، يشب ويطفي. روح بتليفونك، حط تليفونك، راح يطلع لك تحته عنوان، اضرب عليه على طول، روح سجل بياناتك كلها وشارك معانا يا اخوي العزيز ويا اختي العزيزه، يا مشاهد يا كريم. وان شاء الله تاتينا على الهواء مباشره ونقول لك اهلا وسهلا ودش. اما تطلع لك ب 100 ب 300 دينار، ويمكن تكون من اصحاب الحظ السعيد، اما هني او هني 750 دينار و أقل شيء 250 دينار، ونقول لك حياك الله والمسابقة تبدأ، وأهلا وسهلا بالجميع. لذلك نقول للجميع طريقة المشاركة بتشوفونها الآن عبر هذا الفاصل، ونرجع بعدين ونقول ألو يا هلا حياك الله، وتوقيتنا إن شاء الله مناسب معك بإذن الله، لكن نبي تفاعلكم. برنامج المسابقات الجماهيري 20 ثانية. فقرتنا الأولى بنسألك سؤال شفهي ولك أربع خيارات، بعدها أثبت إجابتك، جاوبت صح بتربح 100 دينار كويتي. سؤالك الثاني لازم ترتب حروف الإجابة بشكل صحيح، رتب حروفنا صح بتربح 200 دينار كويتي، وبكذي يكون رصيدك 300 دينار كويتي، وكل سؤال لك 20 ثانية لا تضيعها. فقرتنا الثانية الاختيار عند الخصم، بيشرفونا ضيوف بالاستديو وبنزيد التحدي، والأسئلة بتكون من أقسام متنوعة، والفريق المنافس هو اللي راح يحدد لك سؤال من أي قسم، وما في خيارات للإجابة. إذا فزت بتكون ربحت 750 دينار كويتي، وإذا خسرت ما راح تمشي، راح تلعب معانا في المحاولة الأخيرة، وهي أنك تجاوب صح على سؤال واحد من ثلاث أسئلة صح وخطأ، وتربح معانا 250 دينار كويتي. وكل هالمسابقات ما تتعدى إجابتها 20 ثانية. كل اللي عليك تسجل عن طريق كيو آر كود وشارك في برنامج 20 ثانية، وبإذن الله من الفايزين. الله دائما من الفائزين يا رب. ونقول للمتصل الأول بندر، سلام عليكم يا بندر. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر. حياك الله يا بندر المطيري، اهلا وسهلا فيك، وصبحك الله بالخير، وعسى رمضان ان شاء الله دائما عليك خير بخير. والله اسمع يمك صوت كنا ولدك، ولدك جنبك. اي والله العائلة كلهم موجودين ما شاء الله. ها مستعدين حق هذول عيالك؟ ايه يلا. وين هذا سمعني صفقتهم عشان اتحمس. كفو 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 كفو، يلا توكل على الله يا بندر، نقول بسم الله. الله ان شاء الله. بسم الله وعلى بركة الله. بندر سؤالك الاول يقول، ما هو اول مستشفى حكومي كويتي؟ هل هو مستشفى مبارك، ولا الاميري، ولا الجهرة، ولا الفروانية؟ والعشرين ثانية روح. مستشفى الأميري إن شاء الله. ثبت، قول لي ثبت. ثبت، قول ثبت. بندر بس لك وللسادة المشاهدين الآخرين والمتسابقين الآخرين، من التكتيك إنك شو تقول؟ قول لي ثبت. ليش؟ ثبت. لما تثبت ضمنت إن أنت لك فرصة إنك تفكر وتجاوب، بس عاد لا تطول. أوكي إجابتك قلت شنو؟ لا
مستشفى الأميري إن شاء الله. الأميري. منو أصغر عيالك شو اسمه؟ يوسف. يوسف وينه يمك؟ إيه موجود. يقدر يكلمني ولا ما يقدر يكلمني؟ يتكلم. عطني يوسف. يوسف يا يبا. عمي يوسف. تكلم. شو أقول أنا أقولك شو تقول تعال. عليكم السلام يوسف. إجابة أبوك إذا طلعت صحيحة واستلم الفلوس إيش تبي يجيب لك؟ نتفلكس. ها؟ شنو؟ إيش تبي؟ بلاي ستيشن. مبروك صح وهات له بلاي ستيشن إذا ربحت اللي ورا بعد. مبروك. صفق حق أبوك. ساحل مباركة. على فكرة تم افتتاحها في عام 1949 تحت رعاية أمير الكويت آنذاك المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح، وكان مبنى المستشفى يتكون من دور واحد فقط ويحتوي على 45 سرير. رصيدك يا بندر 100. نزيد؟ نزيد. زين. الحروف بعطيك أحرف، عطني الأحرف. عندك أربع أحرف، نون ويا وسين وواو، ها؟ وسؤالك يقول هذه الأحرف اسم نبي سميت صورة في القرآن الكريم باسمه، وشقل العشرين ثانية. من هو؟ رتب الحروف. يونس. ثبت. برافو عليك. قول ثبت أول. ثبت. هم هذا يوسف اللي قال لك؟ لا إبراهيم، هذا اللي أكثر منه. يا عسى الله يخليهم لك. روح انت وابراهيم ويوسف. برافو صح. برافو. 300 دينار صفقه يا عيال. طبعا هو نبي الله يونس عليه السلام معجزته كانت مكوثه في بطن الحوت، كانت هذه المعجزه. اللي ورا بندر منو؟ هذا بندر المطيري، خذ 300 دينار. ابرار صباح الخير يا ابرار، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها نور، حياك الله يا أبرار. الله يحييك. شلونك؟ الحمد لله تمام. كفو عليك أبرار العنزي، إن شاء الله مو خايفة. لا لا. يلا برافو. من يمك؟ منو راح يساعد؟ خواتي. قبل شوي بندر عياله قام يصفقون لأخواتك، ليش ما يصفقون يقولون يلا وياك مثلا شيء من النوع عشان يأخذون نصيب؟ يلا نروح للسؤال. تعالي للسؤال. يلا السؤال يقول ما هي الصورة التي ورد لفظ الجلالة في كل آياتها؟ هل هي المجادلة أم البقرة أم الأنعام أم الأعراف؟ أشقل العشرين ثانية. المجادلة. قولي ثبت. دير بالك. ثبت. شنو هي؟ المجادلة. ثبت لها على المجادلة. خواتك شو يقولون؟ جوجل اللي قال ولا خواتك اللي قالوا؟ خواتي. اعطيني واحده من خواتك. يستحون. خلاص عجل راحت عليكم. راحت عليكم القسمه لانها اخذت 100 دينار. برافو عليك صح. ورد صيغ لفظ الجلاله في سوره المجادله 40 مره. برافو عليك. حلو. اللي يستحي لا تعطينا فلوس. لا لا. زين عطونا الحروف. الآن نروح للحروف. يلا عندك الياء والزين والواو والفاء والراء. اسم مطربة لبنانية. فيروز. شقل. فيروز. ما للحين ما ثبتتي ما أقدر أقول. ثبت. ثبت. طلع الحين طلع حسك. ثبت لان عرفت الاجابه. يا زين شنو اشهر اغانيها؟ شنو نسم علينا الهوى. نسم علينا الهوى. طيب لقبها شنو كان؟ جارة القمر. هي فيروز. برافو عليك صح. 300 دينار يا بنات. برافو عليكم. عافية بناتي. برافو عليكم. يعطيك مبروكين. يعافيك. مبروكين. يلا هذا ثاني سؤال. أحمد يا صباح العسل يا أحمد.
ابو حميد وينك يا هلا؟ شلونك؟ ليش غايب عني؟ ليش ما تقول لي الو؟ يا احمد جلوي يا ابن جلوي، شلونك؟ عساك طيب. هلا بك، طاب لونك، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ عساك طيب، ترجع لك للخير. جاهز ان شاء الله؟ رياضي ولا مو رياضي؟ والله على حسب السؤال. لا انت رياضي ولا مو رياضي؟ ان شاء الله اني رياضي. اي برافو عليك، صحه زينه الحمد لله. هذا اهم شيء. خلني اخذك الى سؤال رياضي واللي معاك يفكرون ويانا، اين سيقام كاس العالم لكره القدم 2026؟ هل هو اسبانيا، المغرب، بلجيكا، استراليا، نيوزيلندا، امريكا، كندا، المكسيك، ام المملكه العربيه السعوديه؟ ودور ال 20 ثانيه وقول لي ثبت. تكفى تقول ثبت. يا ابن جلوي قول ثبت. ثبت 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 ثبت. اول شيء ثبت ثبت ثبت. امريكا، كندا، المكسيك. عيد امريكا، كندا، المكسيك. ثلاثه. عيد مره ثالثه. ثبت امريكا، كندا، المكسيك. روح برافو عليك، صح. الاستضافة بشكل مشترك بين 16 مدينة في 3 دول هي أمريكا الشمالية، وستكون أول بطولة تستضيفها 3 دول اللي هي أمريكا، كندا، المكسيك، وما راح تنساها بحياتك نهائيا، صح ولا أنا غلطان؟ أكيد ما راح أنسى. سؤال هذا جاب لك 100 دينار. شد حيلك اللي وراه. يلا منو عندك؟ عندي والله صاحبي شمات. شمات؟ لا إن شاء الله. شكله ما يبيك تفوز. اي والله. عطني يا تكفى، عطني يا عطني. شو اسمه؟ ابو علي. ابو علي. هلا ابو علي، يلا حيا. هلا ابو جود. هلا. شلون صحتك؟ طيب خير. ليش يا اخوي؟ ليش انت تبي خسر ولا تبي يفوز ولا ايش تبي؟ انا حاقد عليه، ابي خسر بس. ليش؟ اسمع، انا وياك خلنا نعقد صفقة، ايش رايك؟ وهي اطرح عليك هذا السؤال. أينا. وإذا أنت جاوبته تتقاسم مع الجائزة 150 إذا صاروا 300، إيش رأيك؟ من حقدي بخسره بعد مرة واحدة، ما ياخذ. لا 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 تكفى، لا تخسره. أنت اربح، اربح معاه، إيش رأيك؟ أوكي؟ إن شاء الله. يلا اسمع هالسؤال، خذ هالحروف. ها، أعطيناه سؤال رياضي وخذ هالحروف. الحرف ميم ضاء ألف تاء كاء. اسم لأحد أندية كرة القدم الكويتية. وشق ال 20 ثانية، ما يبينا بعد. ثبت كاظمة. ثبت كاظمة. حطها بالجول، راوغ. حسين. ثبت، يقول لك ثبت. ثبت 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 كاظمة. روح. ايه. يلقب بالسفير. جول، برافو عليك، صح. الحين ما صرت شمات 150 ب 100. الحين تقول انا اللي فوزتك، عدل ولا مو عدل؟ على طول لطف عليك. عطني، انا اللي فوزتك. قول له يلا مبروك عليكم، حياكم الله، حافظكم الله، الله معاكم. انتقل الى سؤال اخر. حلو الجو هذا، حلو واللعب كذي حلو. الله 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 الله. زهره، يا زهره وينك يا زهره؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زهره شلونك يبا؟ الحمد لله بخير، عساك بخير، مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم يا رب. ها شلون كان ثاني يوم رمضان؟ طويل قصير زين؟ لا ما شاء الله. لا ما شاء الله، ما شاء الله، الحمد لله. تبارك الله، تبارك الله علينا. زهرة. لا جاهزة؟ جاهزين. بمساعدة آخرين ولا بروحك؟ لا بمساعدة آخرين. وينهم؟ ما يصفقون، ما يقولون، ما يحسسون أننا معاهم. الله يوفقكم يا رب، الله يوفقكم، الله يوفقكم يا رب. يلا سؤالكم يقول: متى بدأ بناء سور الصين العظيم؟ هل في القرن الثالث قبل الميلاد، السابع قبل الميلاد، الثالث عشر قبل الميلاد، السابع عشر قبل الميلاد؟ ودور ال 20 ثانية. ها روح ولا تنسين تقولين ثبت. ها قولي ثبت.
يا جوجل راح عليك الوقت. آه الوقت راح يا بنت الحلال، بسرعة قولي ثبت يا زهرة، قولي ثبت. القرن الثالث قبل الميلاد. إذن قولي ثبت الحين، قولي ثبت. ثبت وين راح صار صفر الوقت. واحد واحد رقم واحد. الله يا الله يا الله عليك، ليش كذي ضيعتي عمرك؟ هذا اللي تسولف يمك حاسب كأنها قاعدة في 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 ما أدري وين. قولي ثبت. هذا الحين تقول القرن الثالث قبل الميلاد. راح عليكم الوقت. يلا راحت عليكم، راحت عليكم، ثبت لها على القرن الثالث قبل الميلاد. أكيد أكيد ثبت. يا تو الناس. يلا ما عليه ما عليه. قولي تهجين صح ولا مو صح؟ شنو الإجابة؟ تهجينها صح ولا مو صح؟ لا أكيد صح. يلا ضوي لي خلنا نشوف صح ولا مو صح. عطني. يا سلام يا سلام، صح، برافو عليك. يعتبر مشروع دفاعي متكامل يتكون من الحيطان الدفاعية وأبراج المراقبة والممرات الاستراتيجية وغيرها من المنشآت الدفاعية اللي هو سور الصين العظيم. شوفي هلا اللي من الساعة يمك منه أختك. أختك زين. لابنا عقد وياكم صفقة، احنا قبل شوي على آخر الوقت تجاوزنا نوعا ما، أوكي؟ لأن على آخر الوقت، لأنكم مو فاهمين وثاني حلقة ونقول. لازم تقولين لي ثبت، حتى وهي تقرأ براحتها كأنها تقرأ رواية، ما عندنا مشكلة. وتستاهلون. زين؟ ما عندنا مشكلة، تستاهلون، أبرك ساعة. لكن طلعيني أنا وطلعي نفسك بالسيف سايد، شو تقولين؟ تقولي ثبت. وقولي الإجابة على راحتك بعدين، إيش رأيك؟ إن شاء الله. يلا عطونا الحروف. يلا ألف كاف عين ضاء. من أشهر الأسواق القديمة قبل الإسلام في الطائف، شنو هو؟ شقل العشرين ثانية وروح. عكاظ. ثبت. قولي ثبت. إيش قلنا؟ ثبت. إيه عافية عليك. قولي شنو؟ ثبت. زين كم واحدة يمك من خواتك؟ كم واحدة؟ ثلاثة. ثلاثة. اللي قالت لك عكاظ غير اللي قالت لك قبل شوي القرن الثالث عشر، صح ولا مو صح؟ عدل؟ عدل. راح المبلغ، برافو عليك عكاظ، صح. يعتبر أحد الأسواق الثلاثة الكبرى في عصر ما قبل الإسلام، برافو عليك، صح. يلا موفقين، بالمبارك عليكم. أحمد، يا أحمد. أحمد صباح الخير يا أحمد. يا مرحبا، صباح الورد. يا هلا يا مرحبا، حياك الله. حياك قبلك معانا بالمخيم دكتور. يا يلا سلام عليكم مشاهدين، نروح. سماته سماته. ساعة مباركة. يا هلا فيك. تعال تعال خلص برنامج وتعال عندنا. بس كلك. كلك كلكم كلكم خير وبركة، الله يهنيكم ويسعدكم وين ما كنتم. شهر ما تبقى من ايامه يا رب. يطول عمرك، الله يحفظك، عسى الله يبارك لكم وين ما كنتم يا رب ويسعدكم دائما يا رب يا كريم. شلون الجو عندك بالبر؟ والله براد وتعاليل. ترى لا زلت لابس شتوي انا للحين، لابس شتوي لان بصراحه بالليل برد. انت حياك بعد ما تخلص الفيديو وناطرينك الشباب. كلك خير وبركه. لازم افوز، اخسر الشماته موجوده. ها عزيمتك هذه مبطنه، لازم افوز. يعني اذا ما فزت ما راح تعزمني؟ لا لا لا، بكل الاحوال انت تنورنا وتشرفنا. يسلمك يا بعد راسي انت. يلا نروح يا ولد العلي. وكل الله. ومعاك الربع؟ معاي كلهم موجودين. اوه كفو كفو والله على راسي، عافيه عليكم. يلا شباب. يلا شباب نبيها 300 ها؟ اي طبعا. سؤالك يقول لأي دولة تتبع جزيرة بالي؟ هل هي لتايلاند ولا الفلبين ولا ماليزيا ولا اندونيسيا؟ او شقل العشرين ثانية. ثبت. قال شنو؟ اندونيسيا. اكيد شباب. أكيد يا الربع. أكيد تكفون. أكيد
ها أكيد صفك روح ثبت. سلام يا سلام يا سلام. برافو صح عليه فوزة. برافو صح فوز. كفو عليك يا ولد العلي. تعتبر أشهر جزر أندونيسيا والتي تحتوي على مناظر طبيعية متنوعة من الجبال والتلال والسواحل والشواطئ الرملية الفريدة من نوعها. سلام. يعجبني هالشباب والله العظيم يعجبوني. مشكورين يا شباب قواكم الله. خلاص انتهى ولا بعد في لهم بعد شيء؟ ها خلاص؟ لا بعد 300 ياخذون السحور. والله طمعانين 300 بعد؟ 300 ما تقدرون السحور باكر. ما تقدرون على ال 300 صدقوني ما راح تقدرون على ال 300. قادرين عليها دكتور قلاب حرضاوي ينفع. أكيد أكيد. يلا ترى بعطيك سؤال. هذا يقول عرباوي بعطيك سؤال رياضي ايش رايك؟ أكيد أكيد. عطني السؤال يلا تعال تعال لي تعال لي. لام نون ميم ياء ألف اسم نادي أوروبي لكرة القدم. شغل العشرين ثانية. ثبت له ثبت له. يقول لك ميلان. نادي إيطالي يعرف بلونه الأسود والأحمر ويشتهر بلقب شنو؟ ميلان. ثبتنا قول. برافو عليك صح ميلان. قواكم الله يا شباب. يا حلو جوكم. قواكم الله. برافو. من ميلان ومن ولد العلي ومن الشباب وين نروح؟ أنوار. صباح الخير يا أنوار. صباح النور والسرور. شلونك؟ الحمد لله بخير. من قمة الحماس إلى قمة الهدوء أنوار. ها؟ بعد عند الجو مثل الشباب أحد يساند أحد شيء؟ أي أيوة والله يمي أهلي كلهم؟ أي أيوة والله يمي أهلي. يلا سحور العافية على قلوبكم. يلا يلا يلا, يلا. وينهم وينهم وينهم؟ نبي نأخذ فلوس. وينهم؟ موجودين. بعد سمعني صوتك موجودين وانت بعيد. تعال تعال دش بالخط. موجودين إن شاء الله. حياك الله. منو 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 معاي؟ معك خالد. خالد او نعم يا ابو وليد. انت اخوها معالي الدول. ها اخوها انا. كفو هذا السند الاخو العظيم. عدل ولا لا؟ عدل. يلا شد حيلك. اسمع خالد انت واختك مع بعض جاوبوا مع بعض ماشي. حط سبيكر. ان شاء الله ان شاء الله. جاوبوا مع بعض. سؤالي لكم انت والاثنين يقول وحلو تجتمع العائلة. يقول كم عدد آيات سورة البقرة؟ هل هي 266 آية ولا 276 ولا 286 ولا 296؟ وشغل العشرين ثانية وروح. ثبت 286. ثبت على 286. سمعي يا طويلة العمر. هي تعتبر أطول سورة في القرآن الكريم. سميت بهذا الاسم لتناولها قصة بقرة بني إسرائيل. اشتملت على 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. والإجابة برافو صحيحة. كفو عليك. ما حد صفق لك بس أنا بصفق. أيوة خالد ما صفق ما أدري ليش. مو مستانس خالد. وليد هلا. مو مستانس شكلك. كلش مو مستانس. متوترين لا الحين. ايش دعوه؟ طيب تعال تعال دامك متوتر طلعي منها. انتي بنت الحلال طلعي منها. خليني انا وخالد. تعال يا خالد. هلا فيك. تعال دامك متوتر تعالي تعالي تعال. يلا جاي جاي. اسمع يا سيدي. الحرف يقول واو نون نون تاء باء. حلو حلو. السؤال هذه الأحرف هي اسم من أسماء الكواكب. شغل العشرين ثانية. نبتون نبتون نبتون. قول ثبت ثبت. شنو نبتون نبتون؟ ها
هي أهم هي اللي قالت لك بعد ما فيك فايدة. روح برافو عليك صح. روح روح يطلق عليه الكوكب الأزرق وهو ثامن كواكب المجموعة الشمسية وأبعدها عن الشمس. مبروكين مبروك يا خالد أنت وأختك بالعافية عليكم. مرتبكين اللي للحين رقم واحد الشباب اللي بالمخيم صراحة صراحة مع كل التقدير، واللي كانوا قبلهم ثلاث خوات اللي مع بعض. وين نروح؟ أحمد صباح الخير يا أحمد. صباح النور، هلا ومرحبا. أحمد وينك غايب عني؟ وينك عن الشاشة؟ وينك عن المسابقات؟ الناس خذت فلوس وانت وينك يا أبو أحمد؟ موجود موجود يا دكتور موجود. كافو عليك. أحمد الهاجري هلا ومرحبا. كني أسمع عندك حس أحد. والله شباب الدوالي يا إيه الحي حيك، سمعوني الصوت. متأكدين؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء بالديوانية؟ إي نعم. يا سلام سلم. زين ها خلنا نسمع شيء صفقة شيء عشان أنا أتشجع أساعد يعني. لا هذه مو صفقة بديوانية، هذه صفقة اثنين بالصف. ها أنا أصفق عنكم. يلا سؤالك يقول أنت واللي معاك، ما هي عاصمة إنجلترا قبل لندن؟ هل هي هانكي، تشيلسي، وينشستر أم ليفربول؟ أو شق الله العشرين ثانية دايرة. ثبت 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 قبل تجاوب، دامك ثبت قبل تجاوب انتبه، شوف قبل تجاوب. أنت وين تشتغل؟ الكهرباء والماي. مهندس؟ اي نعم. خريج الكويت؟ اي نعم. ما شاء الله عليك. مهندس شنو؟ كهرباء. كهرباء بالكهرباء والماي، مهندس كهرباء. ضو بإجابتك على اللي انت تبي وانتبه. رقم ثلاثة ان شاء الله اللي هي ايش؟ وينشستر. وينشستر حطوله على وينشستر. اسمع يا سيدي قبل لا أقول لك صح ولا غلط، أنت مهندس كهرباء وشغال في وزارة الكهرباء، اللي يمك هم مهندسين؟ لا لا. متأكدين من الإجابة اللي أعطوك إياها؟ بإذن الله. أكيد أكيد. شلون أكيد؟ يلا تعال قول لي شلون. تعال تعال شلون أكيد؟ عطني المعلومة يلا. الله يخلي جوجل. حتى لو جوجل، جوجل اكيد معطيك معلومه. عطني المعلومه. شو المعلومه تبعتك؟ ليه انت وين قريتها؟ جوجل عم جوجل. اسمع انا اللي بعطيك المعلومه. عطني. الرومان نقلوا عاصمه بريطانيا من الى لندن بعد الثوره التي قامت ضد الحكم الروماني وكانت في وينشستر. برافو عليكم صح. يا كانت في وينشستر بس انقلوها بعدين الى لندن. جاهزين؟ جاهزين. نولع الكهرباء على الاخر على الاخر. عطني الحروف. الف لام خاء الف راء ياء نون. حفظتهم؟ اي نعم. طبعا الالف واللام هم الف لام التعريف. أوكي. منطقه تتبع محافظه مدينة. الاحمدي. ثبت ثبت خيران. عطى الله روحه بسرعه ولا بثبت ولا شقلت اصلا. روح كفو عليك. من اي منطقه انت؟ من اي محافظه انت؟ من اي محافظه يا الهاجري؟ العاصمه. ساحل المباركه، عسى الله يحفظك. تم افتتاح مجمع الخيران او عفوا مجمع التجاري الخيران في الاخير، واشتهر فيها منتزه على البحر اللي هو منتزه الخيران. برافو. حلو يا شباب وحلوين. وين نروح نريح شوي ونرجع؟ طلعوا لنا شوي ونرجع مرة ثانية على المتسابق اللي قادم الآن مع بعض. روح برنامج
برنامج المسابقات الجماهيري 20 ثانية. فقرتنا الأولى بنسألك سؤال شفهي ولك أربع خيارات، بعدها أثبت إجابتك، جاوبت صح بتربح 100 دينار كويتي. سؤالك الثاني لازم ترتب حروف الإجابة بشكل صحيح، رتب حروفنا صح بتربح 200 دينار كويتي، وبكذي يكون رصيدك 300 دينار كويتي، وكل سؤال لك 20 ثانية لا تضيعها. فقرتنا الثانية الاختيار عند الخصم، بيشرفونا ضيوف بالاستديو وبنزيد التحدي، والأسئلة بتكون من أقسام متنوعة، والفريق المنافس هو اللي راح يحدد لك سؤال من أي قسم، وما في خيارات للإجابة. إذا فزت بتكون ربحت 750 دينار كويتي، وإذا خسرت ما راح تمشي، راح تلعب معانا في المحاولة الأخيرة، وهي أنك تجاوب صح على سؤال واحد من ثلاث أسئلة صح وخطأ، وتربح معانا 250 دينار كويتي. وكل هالمسابقات ما تتعدى إجابتها 20 ثانية. كل اللي عليك تسجل عن طريق QR كود وشارك في برنامج 20 ثانية، وبإذن الله من الفايزين. أبلش ولا بعد؟ أكمل ولا ما أكمل؟ نقول يلا توكلنا على الله. جبر صباح الخير يا جبر. صباح الخير والنور، يا هلا. حياك الله جبر. الله حياك الله يا جبر، يا هلا وسهلا فيك. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. يا مرحبا ومسهلا. أي والله جبر الحريجي، نقول بسم الله من عندك؟ عند الوالد والإخوان. سلمني على الوالد وحب لي راسه. الله يسلمك يا رسول. كفو والله والله، ونعم توكل على الله دام هذول اللي وراك ويشجعونك، إن شاء الله الأمور طيبة. قول معاي السؤال، يقول السؤال يقول في أي عام وقعت حادثة تشيرنوبل النووية؟ في أي عام؟ هل هي في 1980 ولا 1982 ولا 1985 ولا 86؟ أو دور الروح هي العشرين. ثبت ثبت. 1986. ثبتوا له على 17 ثانية وقال كم؟ 1986. بمجهودك ولا بمساعدة؟ لا اللي عندي كلهم معاي. كفو والله كفو. صفقوا له صح. تعتبر حادثة انفجار مفاعل تشيرنوبل النووي أكبر حادثة نووية شهدها العالم في التاريخ، وتعرض نحو 8 مليون شخص لخطر الإشعاع، تقريبا 8 مليون شخص. ها نكمل؟ نكمل ولا نمشي؟ كمل ولا نمشي؟ نكمل نكمل نكمل. كمل الحروف، اصعد وعطني الحروف. سين فاء خاء راء. عندك أحد يعرف؟ أربع حروف. سين فاء خاء راء، أربع حروف. سؤالك يقول هذه تشكل مقياس من مقاييس المسافة، شنو هو؟ شق للعشرين ثانية. ثبت ثبت ثبت. شنو هو؟ فرسخ. فرسخ. طيب وقف خلك معي، قلت فرسخ صح؟ صح. حلو الكلام. عرفني انت ايش تشتغل؟ انا مهندس. بعد ما شاء الله تبارك الرحمن، مهندس شنو؟ مهندس مدني. مدني. اوه مهندس مدني اكيد يعرف المسافات. هل لا زال بما انك مهندس سيفل مدني صح؟ شنو؟ هل انت الحين مهندس مدني صح ولا لا؟ اي نعم. هل لا زالوا يستخدمون هذه التسميه فرسخ ولا خلاص؟ لا اغلب الوقت نستخدم المتر. المتر. اي على فكره هو مقياس من المقاييس المسافه قديما عند العرب يعادل 12000 ذراع، وبالفعل بداوا خلاص المتر. برافو عليك صح، هي فرسخ. يا سلام يا سلام، الحي يحييك. مبروك يا الحريجي، مبروك.
يلا نروح، ليش ما نروح؟ آخر المتصلين كان الحريجي وكسب 300 دينار، اليوم الجميع خذ 300 دينار. بعد هذا الفاصل سيكون هناك، أصعد، سيكون هناك عندي منافسة بين هالمكان وهالمكان، منافسة نسائية بحتة، راح تكون بالفئات اللي موجودة والاتجاهات. بعد هذا الفاصل منو يا ترى، إيمان ولا ها الثاني؟ إيمان ولا منو معاها؟ يلا روح ماشي. فاروق ابي قوله دبل وزرار مخفي، اوكي، واذا حطيت لي بعد ما القلم يكون تمام، مو نفس اخر مره. انا يقول انت ما يسوي خلاص بعدين. لا تكفى، شنو بعد العيد؟ بعدين فاروق، انا علي فاروق، انا يجي هني من وانا بكى فاروق. انت ما يفهم، انا ما يقدر فاروق، والله العظيم ما عندي تشاديش فاروق. انا شكو. انت شكو؟ تراه يعني البس جاهز؟ البس جاهز. لا لا مو من صدقك يا فاروق. علي فاروق تكفى يا فاروق، تكفى يا فاروق، ارجوك تكفى، لا تسوي فيني فاروق، تكفى فاروق تكفى. حياكم الله، اهلا وسهلا جميعا، والساعه المباركه، وصول ابتهال و ايمان. عرفينا عن نفسك. ايمان حسين الكوت. حياك الله يا هلا وسهلا اختي ايمان. الساعه المباركه ولا اخت ابتهال؟ ابتهال السالم. حياك الله يا ابتهال السالم. طبعا شفتوا حلقه امس؟ ايه. عدل؟ صح. وعرفتوا نظام المسابقه؟ صح. وجاهزين؟ ان شاء الله باذن الله، باذن الله انكم جاهزين. خل افسخ نظارتي واستعد لكم عدل، ها؟ وانا وياكم مع بعض بدون خوف بدون ارتباك، احنا ماشيين كلنا مع بعض باذن الله. اذا شو نقول؟ نقول بسم الله وعلى بركه الله. مجموعه فئات من فئات الاسئله، حلو؟ ايمان الف ياء، ابتهال الف باء، يعني راح نبدا مع من؟ الف باء. الف باء، يا سلام. الف باء هي اللي راح تختار الفئه لمن؟ لايمان. لايمان، يا سلام عليكم. شايفين الفئات قدامكم على الشاشه هناك؟ ان شاء الله. صح، شايفينها؟ ها تقريبا. ممتاز ممتاز. اذن الان راح نقول بسم الله وعلى بركه الله وياكم ان شاء الله. نروح حق الاسئله مع ايمان ومع ابتهال. لكن قبل لا نروح للأسئلة، يلا روحي على الاختيارات. وين يا ابتهال اللي راح تختارين حق إيمان؟ وين تروحين؟ اختار رياضة. رياضة؟ شلونك بالرياضة؟ مو زينة. مو زينة؟ وش تعتقدين يعني، انت تبي تصعبين على ابتهال على إيمان؟ ان شاء الله. هي حق ترى مكتسب، ها؟ نعم. هي عشان ما تسألني بعد رياضة. لا هي أساسا من الأساس عشان تكونين أنت وياها فاهمين ال- 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 الطريقة المسابقة أن أنت تخمنين يا ترى إيمان بالرياضة زينة ولا مو زينة. ليش؟ عشان أعطيها سؤال يمشي على التكتيك، عدل ولا لا؟ توكلنا على الله. أنت اخترتي شنو؟ رياضة، عدل؟ يلا نروح حق السؤال الرياضي. أين أقيمت أول ألعاب أولمبيا؟ أشغل الوقت. أين أقيمت أول ألعاب أولمبيا؟ ثبت. ثبت ثبت. ها يونان.
أو قديمة قديمة الأولمبيات ولا الحديثة؟ أي قديمة الأولمبيات؟ قديمة اليونان أو نعم كبلد؟ أي نعم مدينة؟ مدينة راحت لكن يونان أثينا وين تكون؟ باليونان باليونان برافو عليك صح ما مش على هواك الموضوع لا عدل عدل يلا عدل. انت وين راح تروحين الحين انا متخربط بين ايمان وابتهال الحين انا قمت اقول وين ايمان وين ابتهال يلا 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 يا ايمان وين تروحين شخصيات وش دي حيلك يعني ايه يا انت بغيتي تودين الكره ذاك الصوب لا طلعت من صالحها وش عطت تقول ها قولي شدي حيلك من هو الفيلسوف الإغريقي الملقب بأبو الفلاسفة أرسطو شقل الوقت ها ثبت أرسطو كذي رامية من غير رامي ولا متأكدة إن شاء الله أنت شنو تخصصك أنا دارسة يعني متخرجة كيمياء ما شاء الله وعندي بكالوريوس إدارة أعمال بعد دارتها صح برافو عليك أرسطو يا سلام ها يلا برافو والله حامية والله الوضع حامي الوضع ممتاز بينك وبينها يلا خليك وياي وين ايش تختارين قاعد طالع الفئات تاريخ تاريخ تمام ودونا للتاريخ شلونك بالتاريخ تمام ان شاء الله ايش تخصصك لا أنا آداب لغة إنجليزية. أوهو. هنا سأصمت قليلاً. To be or not to be. يلا يلا أنت من ربع شكسبير. يلا. إن شاء الله. سؤال يقول ما هي أقدم حضارة في التاريخ؟ وشقل العشرين ثانية. أقدم حضارة في التاريخ. نعم. حسب علمي البابلية العراق. بلاد الرافدين ثبت قولي ثبت لو ثبت ثبت فكري ها الرافدين اقدم حضارة البابليه نعم ولا غيرها الرافدين البابليه اي نعم مصممه إيه. اكيد اي نعم هي السومريه وليس البابليه اجابتك خطا للاسف أوكي. ها انا اختار اختاري وين تروح ابتهال شنو الفاضل عندنا اسلاميات ممكن اسلاميات نروح للاسلاميات يقول السؤال في الاسلاميات شو يقول يقول اي المدن التي أطلق عليه أي المدن التي أطلق عليهما القريتان في القرآن الكريم أو شقل الوقت قريتان وقت شقال ترى الوقت قاعد يمشي قول أي ثبت 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 بتذكر اسمها يلا ترى ثبتنا الوقت الحين لازم نروح اتذكر ما في مجال مدينتين يمكن حلب او ما ادري هي المدن التي اطلق عليهما القريتان في القران الكريم تعرفين ولا لا عشان الوقت بس لا لا خلاص ها لا ما ادري مو متأكدة من الإجابة. أمشي لك الوقت يلا مش الوقت عشان أعطيها فرصة ثانية يلا مش الوقت يلا إحنا هني المفروض ما نثبت على طول راح الوقت هي مكة والطائف. القرية ثان مكة والطائف راحت هم إجابة خاطئة. تنفستي أنت الصعداء. تعادل. تعادلتوا يلا وين بتودين إيمان؟ شنو اللي بقى؟ هذه هي قدامك ترى ها هني هني عواصم عواصم انت تطالعين هالصوب وانت تطالعين هالصوب صح ولا لا صح راحت الى عواصم
عواصم يا عواصم، شلونك بالجغرافيا والعواصم وهذه مدن؟ نلعب في البيت بس ما يندرى. إيه. تروحين سياحه كثير؟ اي اكيد. سؤالك يقول ما هي عاصمه كوبا؟ بعد كوبا عاد مره واحده، ها شغل الوقت. كوبا كوبا متشور بس، ها ومتاكده ما ادري. عاصمه كوبا ثبت ثبت. بحاول. نيروبي. نيروبي ولا غلط؟ كوبا. قالت نيروبي. هي هافانا. هافانا. هافانا هافانا وراحت. صح. وشكلنا رحنا مع رياح هافانا. يلا صح. وين تروح ابتهال؟ قولي يا إيمان. شنو الموجود عندنا بعد؟ عندك الموجود كويتي، حروف، جغرافيا، علوم، فيديو. جغرافيا. الفيديو ترى مقطع راح نشغله إذا تبين، يعني عشان تعرفون شنو يعني فيديو. الفيديو هي عبارة عن مقاطع والسؤال يكون عن المقطع. جغرافيا. راحت إلى جغرافيا. بما أن أنت وديتيها هافانا. هي بتودينها وين فيه؟ هي بتوديك إلى جزر الكناري. والسؤال يقول إلى أي دولة تنتمي جزر الكناري؟ وشغل الوقت. جزر الكناري؟ إيه نعم. ثبت. ممكن إندونيسيا. جزر الكناري. الوقت شقال ما راح أثبت. آه. يلا شغل الوقت. إلين أكيد. قلتي اندونيسيا، ها انت فرصتك خلال الوقت انتهى الوقت خلاص راح اعتمد اندونيسيا. انتهى الوقت. وين ودتك هافانا؟ انت زي وين هي جزر الكناري؟ اسبانيا. اسبانيا. اي والله لكن السؤال مولج راحت عليك يا يلا ما عليك. امتحان متعادلين. تمام يلا وين بتودينها امتحان؟ هني 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 في عالم موجود. اي جدام اعطونا يلا الحين دقيقه يلا. كويتي، حروف، علوم، فيديو. 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 شغل الفيديو وخليك وياي. انتبه يا ايمان. يلا ايمان شغل. جاسم بشوت جات حلوه حلوه جاسم قنبله طلعها طرابول سبيده. جاسم يحط براسه مره ثانيه ويطلعها الجسات تروح بحمد يحطها. الله تعليها داخل غطه 18 تروح الكره الطرابلسي تاخذ قهوة وريبار طرابلسي بيصيدها كره ملعوبه في نص الملعب يحصلها وبشوت طرابلسي بيصيدها طرابلسي رباطي وبشوت باصة لعبها بشوت طلعها طرابلسي. لاحظتي ان الفيديو نعم. ها لاحظتي ان الفيديو كله منو فيه؟ طرابلسي. الطرابلسي حارس المرمى. حارس المرمى. حلو. صحيح. شلون معلوماتك الرياضية؟ زينة. زينة. حلو. كل الفيديو شفناه منو؟ حارس المرمى. نعم. الله يعطيه الصحة والعافية. آمين. طبعاً آمين. إحنا في كل فطور لازم نشوف على الفطور يعني صوته بالأذان. أسأل نعم. الله العظيم رب العرش العظيم إنه يعطيه الصحة والعافية. نعم. ونوجه له أجمل تحية. اللاعب الكبير الحارس أحمد الطرابلسي. سؤالك يقول بماذا كان يلقب اللاعب أحمد الطرابلسي؟ ما شاء الله. تايم شقار. والله سهل. والله شكلك تعرفين. أحمد الطرابلسي. ما في خيارات. آه بسرعة. ثبت. حارس ثبت. قولي قولي مو مشكلة. الحارس. الحارس.
اسمه الحارس؟ اي يلقب بالحارس؟ هو حارس مرمى اكيد حارس مرمى، شنو اللقب؟ ما يحضرني راحت راحت راحت. الحارس شنو؟ ها اجتهاد والله ما اذكر. ما تذكر لقب بالحارس الامين، يلقب بالامين الحارس الامين. راحت يلا خيره خيره. وين نروح؟ اللي باجي اللي باجي عندنا. يلا انت اختار. انا اختار اي حروف. كويتي حروف حروف. نروح الى حروف. يا حروف. يقول لك اسمعي يا ابتهال ان شاء الله. هي تتمنى ان يكون السؤال هذا عندها على فكره. سؤالك يقول ما هي اطول مسرحيه لشكسبير؟ والاجابه ايش تبي؟ والاجابه بحرف الهاء. عطنا التايب. تتمنى يكون عندها هذا حول حول مسرحيات شكسبير. ها مو شاطرة والله بس ما راح اثبت. الوقت شغال. اسرع مو انت راح عليك الوقت. شنو هي؟ هاملت هاملت. متمنى انه يكون السؤال عندها. راح يس. الان عندك شنو؟ خلاص راحت عليك. خطا. السكور عطني السكور. عطوني السكور. طيب ها الان عندك اجابه واحده صحيحه وعندك اجابه واحده صحيحه. كل من فيكم باجي لاخر محاوله. اللي فيكم جاوب صح والثانيه جاوب خطا راح عليها 750 تاخذ. حلو. الان انت عندك كويتي وعندك شنو؟ علوم. حلو. وين بتوجهينها؟ علوم. حق العلوم. شلونك بالعلوم إيمان؟ الله كريم. الله كريم. ان شاء الله نروح للعلوم. العلوم يقول والله السؤال سهل ومو سهل، صعب ومو صعب. ها يقول السؤال كم عدد أسنان الإنسان البالغ؟ كم عدد أسنان الإنسان البالغ؟ شغل الوقت. شاكة في رقمين. ترى الوقت لين يطوف خاص من يخلص انتهى. نعم. ثبت. ما في ثبت. روح كمل. قولي جاوبي. 32. 32. برافو عليك صح. 32. شاكة. سلام. يا سلام يا سلام. تمام. شاكة عندها إجابة صحيحة. الدور الباجي عندك الحين. تلحقين عمرك وتجاوبين صح تعادلتي. وبعطيكم أسئلة. جاوبتي خطأ بقول تمي معاي ومبروك يا إيمان. خذيتي 750. اللي باجي شنو عندنا من الفئات؟ كويتي. عادل ولا لا؟ نعم. الكويتي يربح ولا ما يربح؟ يربح ان شاء الله. ها؟ يربح ان شاء الله. نقول بسم الله. عطنا سؤال كويتي. يقول السؤال ما اسم اول واقدم سبيل ماي في الكويت؟ والوقت شغال. اقدم اسم أول وأقدم سبيل ماي في الكويت معروف. أول وأقدم سبيل ماي في الكويت. راح انتهى الوقت. تعرفينه؟ لا مو بالتحديد. موجود في المباركية. شو اسمه؟ سبيل ابن دعيج. راحت. مبروك يا إيمان. ألف مبروك لك. 750 دينار. ألف مبروك. إجابتك للأسف ما لحقتي. العوض في 200 بالله سبحانه وتعالى. ثم في الأسئلة القادمة
اللي ابي منك تجاوبين سؤال واحد من ثلاث اسئله عشان اعطيك 250 دينار وتطلعين راضيه علينا ان شاء الله وراضيه على نفسك. مبروك. الله يبارك. الف مبروك. شكرا. بعد هذا الفاصل ان شاء الله سنعود انا وابتهال وثلاث اسئله، لو تجاوب واحد صح اول سؤال بقول لها تفضلي ولحقي على السحور، اما ايمان بقول مبروك على 750 دينار باذن الله. روح للفاصل وارجع لنا مره ثانيه. برنامج المسابقات الجماهيري 20 ثانية. فقرتنا الأولى بنسألك سؤال شفهي ولك أربع خيارات، بعدها أثبت إجابتك، جاوبت صح بتربح 100 دينار كويتي. سؤالك الثاني لازم ترتب حروف الإجابة بشكل صحيح، رتب حروفنا صح بتربح 200 دينار كويتي، وبكذي يكون رصيدك 300 دينار كويتي، وكل سؤال لك 20 ثانية لا تضيعها. فقرتنا الثانية الاختيار عند الخصم، بيشرفونا ضيوف بالاستديو وبنزيد التحدي والأسئلة بتكون من أقسام متنوعة، والفريق المنافس هو اللي راح يحدد لك سؤال من أي قسم وما في خيارات للإجابة. إذا فزت بتكون ربحت 750 دينار كويتي، وإذا خسرت ما راح تمشي، راح تلعب معانا في المحاولة الأخيرة، وهي أنك تجاوب صح على سؤال واحد من ثلاث أسئلة صح وخطأ وتربح معانا 250 دينار كويتي، وكل هالمسابقات ما تتعدى إجابتها 20 ثانية. كل اللي عليك تسجل عن طريق QR كود وشارك في برنامج 20 ثانية، وبإذن الله من الفايزين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، الساعة المباركة مبروك لأختنا إيمان، خذت لها 750 دينار، وباجي معانا الأخت ابتهال اللي إن شاء الله تجاوب على سؤال واحد. إحنا نبي سؤال واحد، إحنا مو صعبين، إحنا سهلين، عدل ولا لا؟ إن شاء الله تجاوبين على سؤال واحد صح أو خطأ، جاوبي على سؤال واحد أقول مبروك وللسحور على طول إن شاء الله. أوكي؟ تمام. سؤال الأول يقول، والجائزة 250 دينار، يقول أكبر دولة عربية من حيث المساحة هي المملكة العربية السعودية، صح أم خطأ؟ صح. أنت تقولين صح عدل؟ إن شاء الله. متأكدة؟ إن شاء الله. وللأسف أنا أقول خطأ، هي الجزائر. عندك فرصة إن شاء الله، لا زال عندك فرصة، شدي حيلك، شفيك كأنك مرتبكة. لا لا عادي، شد حيل ان شاء الله. يلا انت صاحبة تخصصين ما شاء الله تبارك الرحمن، عندك إدارة صح ولا انا غلطان؟ صحيح، دوريها صح ان شاء الله. يلا السؤال الثاني يقول، يقع جامع الزيتونة في المملكة الأردنية الهاشمية عند النشامة، صح ولا غلط؟ صح. تقولين شنو؟ صح. اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. تقول صح وانا اقول خطا، هي تقع في تونس. لا لا، أرجوك ركزي، أرجوك ركزي، إحنا حطينا هذا عشان ما حد يطلع زعلان ولا ودنا نطلع زعلانين. شدي حيلك. يلا يا رب يا رب. قولي بسم الله. بسم الله. زي مكتشف قارة أمريكا هو كريستوفر كولومبوس، صح ولا خطأ؟ خطأ. صح ولا خطأ؟ خطأ. ها؟ خطأ. لا فكري زين، منو المكتشف؟ أتوقع فاسكو دي جاما. ها؟ أتوقع فاسكو دي جاما. لا عيدي تفكيرك والله. صح ولا خطأ؟ خطأ. صح ولا خطأ؟ آخر محاولة عشان أنا بروح أتسحر بعد. خطأ. مصممة؟ إن شاء الله. أعيد مرة ثانية، أعيد معلش، أعيد مرة ثانية، مكتشف قارة أمريكا هو كريستوفر كولومبوس، صح؟ صح ولا خطأ؟ صح. بعد أكثر من كذي إيش أسوي؟
ان شاء الله. ايش اسوي ثاني يوم رمضان؟ والله ما ودي. ان شاء الله صح. ان شاء الله صح. يبا اعطوها 250 دينار ولا تشارك معنا مره ثانيه. صح برافو عليك زين. ان شاء الله برافو زين 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 تمام. يعطيك العافيه. الله يعافيك. مبروك حياك. تعال حياك. صح واخيرا قالت صح. انت هي صج مرتبكه حيل. صح ولا لا؟ ان شاء الله حيل مرتبكه. مبروك عليك ال 250 دينار. احنا اخواننا في الاعداد طبعا باشراف الاعداد اخونا العزيز محسن العلوي دائما لما حط فكره هذا البرنامج قال ما ودنا احد يطلع شنو زعلان ان شاء الله. فيعني حطينا هذا العوده الاسئله صح وخطا عشان الناس يطلعون مبسوطين من البرنامج. وعسى الله يوفقك. الكويت دائما تلفزيون الكويت ودوله الكويت دائما عطاها كبير ان شاء الله. وودهم الكل يكون مبسوط باذن الله بشهر الرحمه وشهر الخير شهر رمضان. شكرا لوجودك. اهلين ابتهال ومبروك ال 250 دينار. اذكر بس الساده المشاهدين كل اللي شاركوا معنا من اول واحد الى اخر واحد في الاتصالات الكل خذ 300 دينار. وايضا 750 خذتها ايمان و250 خذتها الاخت ابتهال. باكر في مشتركين جدد وباذن الله راح يكونون معنا متسابقين جدد ان شاء الله يربحون. شكرا لمتابعتكم. اتمنى لكم سحور طيب باذن الله وصوم مقبول. مع السلامه.